الأسبوع اللي فات كمان كان معانا في أحلامك أوامر، جات لنا مكالمة من شيماء شحات صابر من حلوان، وكمبيوتر اختار المكالمة وحكت إنها مطلقة عندها 4 أولاد، مفيش أي مصدر رزق وملهاش أي معاش، وقاعدة في شقة والدتها بعد وفاتها، وكانت بتحلم بمشروع بقالة تقدر تعيش بيه وتصرف على أولادها وكمان تساعد أخوها العيان. رحت قابلتها و تعال نشوف. الأسبوع اللي فات زي ما احنا بنعمل كل مرة فقرة أحلامك أوامر، الكمبيوتر اختار مكالمة تليفونية من الأستاذة شيماء صابر، ساكنة في حلوان، عندها 39 سنة، وكلمناها في التليفون. وتعالوا نفكركم الأول بالمكالمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ببعت الرسالة دي ليك يا دكتور عمرو، ويا رب تسمعها ويا رب توصل لك. أنا شيماء شحات صابر حسن، أنا مطلقة وعندي 4 أولاد، وعندي أخويا تعبان رجله عاجزة، ومش مليش معيش مليش أي حاجة، وبتمنى من ربنا ثم منكم إن انتوا تعملوا لي أي مشروع أعيش منه أنا وولادي وأخويا. أنا عندي 4 أولاد، الأربع أولاد كلهم في مراحل تعليمية، وأنا مطلقة، ونفسي يبقى لي حاجة أعيش منها، مشروع أعيش منه، وأنا ماليش معاش وماليش أي حاجة خالص. فبتمنى من ربنا رسالتي توصل حضرتك، ويا رب تسمعها. زي ما سمعنا شيماء صابر ظروفها صعبة، وكانت محتاجة تعمل مشروع تجاري تقدر تصرف بيه على نفسها وعلى أولادها الأربعة اللي حكت عنهم وهي معانا دلوقتي. شيماء، ازيك يا شيماء؟ ازيك حضرتك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. ده ابنك؟ ازيك؟ الحمد لله. اسمك ايه؟ اسمي شمس. اخبارك كويس؟ احكي لي بقى ايه دي بقى بعت لنا واتكلمت في التليفون. والله انا كنت بتمنى ان حضرتك ترد عليا، وفرحت جدا لما حضرتك رديت عليا وانا مطلقه. توقعت نرد عليك؟ بصراحه لا، متوقعتش، بس لما حضرتك اتصلت بيا حضرتك مش عارف كنت فرحانه قد ايه بجد. انا مطلقه ومعايا 4 اولاد، الاربعه كلهم في مراحل تعليم. انا كم سنه مطلقه؟ بقالي 6 سنين. ولادك عمرهم قد ايه الاربعه؟ عندي ملك عندها 14 سنة، وعندي فوزي وتقع عندهم 13 سنة، ومعايا شمس الدين عنده 10 سنين. بس في 6 سنين دول مامتي كانت موجودة وكانت عايشة. مامتي توفت بقى لها 6 شهور دلوقتي. من بعد مامتي توفت الموضوع بقى صعب جدا، وعيشة بقت صعبة جدا جدا جدا. وهي مامتي موجودة كنت بسيبها لي معاها، وكنت بنزل اشتغل، كنت بقدر ان انا اوفر لهم بعض طلباتهم. من ساعة ما ماما توفت مبقتش أقدر أسيبهم، مفيش حد ممكن أسيبهم معاه. الظروف بدأت تضيق عليا جدا، قاعدة في شقة والدتي، شقة والدتي أصلا إيجار، معايا أخويا عنده غرغرينة في رجله. برضه أنت تصرفي عليه؟ منين؟ أنت بتدخلك منين جاي؟ والله أنا مش باخد أي دخل، ملوش أي دخل من أي حتة خالص، بس بنزل أحاول أعمل أي حاجة، أشتغل في أي حاجة. ممكن لو حد محتاج أي حاجة في البيت بروح أعملها له كده يعني. في ناس ولاد حلال برضه بتحاول تساعدني، بس مش دايما. في لحظات صعبة مرت بيها في حياتك؟ كتير قوي يعني. أنا ما أعرفش، حاسس إنك أنت يعني شايلة الهم أكتر من سنك 39 سنة، بس شكلك يعني ربنا يديك الصحة. ربنا يخليك. كتير قوي، وبالذات بعد ما ماما توفت الله يرحمها، لما كانت شايلة عني حاجات كتير قوي، بس الحمد لله. مش شارك معاكي في اي حاجه في تربيه الاولاد خالص خالص. انا لحد النهارده ما دخلتش ولاد المدرسه، ولاد لحد النهارده ما راحوش المدرسه. الاربعه حتى اللي فيهم سن مدارس؟ حتى اللي فيهم سن مدارس لا، هم كلهم في مراحل التعليم بيتعلموا، لكن السنه دي انا ما دخلت، ما وديتهمش المدرسه، لان ما كانش معايا فلوس لا اجيب لهم ملابسهم ولا اجيب لهم اي حاجه خالص. ما جبت لهمش اي حاجه السنه دي خالص، بالطبع قعدتهم لاني ما كنتش معايا ان انا اوديهم مدرسه. انا بصراحه اخر ما تعبت اتصلت بحضرتك، و ربنا يقدرنا ونقدر نعمل لك حاجه، بس انت قولي لي عايزين نقدر نعمل لك ايه. انا كنت طالبه من حضرتك مشروع اعيش منه واكل منه واشرب واعيش اولادي، بس مش عايزه حاجه اكتر من كده. طيب وانا جيت وجبت لك معايا المشروع، تعالي استلميه.
ربنا يخليك يا رب. الله كده في موضوع المدارس ان شاء الله. ربنا يخليك يا دكتور عمرو. ده مشروع البقاله بتاعك. ربنا يخليك. بداية مشروع مقدم مؤسس واحد من الناس. انا مش عارفه اقول لحضرتك ايه والله. ويا رب تبقى بدايه خير. بس انا عايزك يعني عايزك يا رب. اصل خلي بالك انت قوتك وصمودك هو اللي هيديهم الامل. وبعدين هيكبروا بسرعه وتلاقيهم واقفين جنبك. نفسي اخليهم حاجه. نفسي ما يطلعوش يشوفوا اللي انا شفته. انا ان شاء الله. وانا كمان هحل لك مشكله المدارس ان شاء الله. انا عامل لك معونه مدارس من عندنا عشان خاطر ارجع مدرسه ان شاء الله. خلاص وربنا يكرمك ويجيب لك الخير بعد عنك ان شاء الله. يا رب ان شاء الله يا رب. خلاص ربنا يخليك. ربنا يخليك. لما تكبر هتبقى عايز تطلع ايه؟ حاجه. لا تطلع حاجه حلوه ان شاء الله وتقف جنب ماما. ها مش انت بتحب ماما؟ طيب هي كمان بتحبك. ربنا يبارك فيهم كلهم. الله يخليك. السلم البضاعه بتاعتك. شكرا. ربنا يخليك يا دكتور. اتفضل. زي ما شفت حضراتكم يعني احنا هنشوف بقى دلوقتي واحنا بنفرش لها بقى المحل ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. وكمان باذن الله هنعمل لها منحه تعليميه لاولادها عشان يرجعوا تاني المدرسه زي ما كانوا. ارجوكم لا تترددوا. ابعتونا على فقره احلامك اوامر صفحه واحد من الناس على قناه النهار. سجلوا طلباتكم. ربنا يقدرنا ونجي لكم لغايه عندكم وندخل البهجه والسرور اللي اقول لكم ولا بيوتكم. نفرش بقى المحل بتاعها ونرجع للاستوديو بعد كده. ازيك يا شيماء؟ ازي حضرتك؟ قولي بقى عجبتك البضاعة؟ اه الحمد لله كمان. وريني خدتي ايه؟ فرجيني. جبت بسكوتات كيكات عصاير لبن سكر جميع انواع الشيبسي شاي مكرونه زيت جبنه. طيب انت كنت تتخيلي لما بعتي للبرنامج انه يتم الاستجابه بصراحه وقت قصير؟ خالص خالص. انا ما كنتش متوقعه ان هم يردوا عليا خالص. وكنت متوقعه ان الاف الناس بتبعت وانا هكون من ضمن الالاف ديت واستحاله حد هيرد عليا او استحاله حد هيكلمني. لقيت استاذ عمرو بيكلمني وبيقول لي انت حضرتك كلمتينا واحنا استجبنا لكلامك وقابلني وجاب لي الحاجات دي الحمد لله. مبروك عليك. قولي لي بقى شيماء انت اشمعنى اخترتي هنا ان بضاعتك تتحط هنا؟ هو هنا حضرتك انا في وسط مربع في مساكن كبيره جنبي بره على الشارع مدرستين فالاطفال بيعدوا من هنا كتير فقلت المكان ده اكيد هو هيبقى رزقي فيه كويس ان شاء الله يعني. انا شايفه ان احنا حوالينا عماير كتير يعني منطقه سكنيه. منطقة وشارع سكنية. ده اسمه ايه؟ ده مساكن الزلزال حلوان. تمام. طيب يا رب. احنا عايزين نزورك بقى في البيت. تنوريني. ممكن نشرب معاكي الشاي؟ تنوريني طبعا. اتفضلي. انت في الدور الكام يا شيماء؟ انا هنا. انت كنت قبل كده عايشه ازاي وفاتحه بيتك ده ازاي؟ بتاكلوا ازاي؟ والله امي كانت الله يرحمها كانت موجوده وكانت هي اللي فاتحه البيت. انا دلوقتي باخر الايجار كتير جدا. انا معايا ان شاء الله يعني لحد شهر 11 وهمشي من هنا لان انا باخر ايجار كتير. فصاحب البيت او صاحب الشقه رافض ان انا اخر الايجار مع اني مش بكسر شهر على شهر الحمد لله. البضاعه اللي جت دي والمحل ده مش هيساعدك انك انت تقدري توفري الايجار؟ اكيد طبعا ان شاء الله باذن الله باذن الله. هنا بقى نعمل الشاي؟ هنا نعمل الشاي. هنا نعمل الشاي. ده المطبخ؟ ده المطبخ. بسيط جدا برضو. بالذات من بعد ما نوم. ايه اكتر حاجه تعبتك؟ فراق امي. اتحملت من عليا قوي وما بقتش عارفه اعمل ايه. بعمل حاجات كتير عشان احاول ان انا اكفي بس مش بعرف مش بقدر. انتي نفسك فين؟ نفسي اعيش مستوى انا وعيالي.